منذ استحواذ إيلون ماسك على تويتر السنة الماضية، والعديد من المستخدمين غير راضين عن التغييرات اللي أحدثها بالتطبيق، حتى إنه بعضهم قرر ترك تويتر والبحث عن تطبيقات تانية مشابهة. وحديثاً ظهر بلو سكاي كأحد البدائل. بلو سكاي هو تطبيق تواصل اجتماعي جديد أسسه جاك دورسي مؤسس تويتر ومديره السابق، إلى جانب السماح للمستخدمين مشاركة آرائهم. بيمتلك بلو سكاي ميزات بتجعله منافس قوي لتويتر، وهو إنه بيسمح لمستخدميه التواصل مع أشخاص تانيين ما بيستخدموا بلو سكاي، تماماً كالبريد الإلكتروني يلي بيسمح بالتواصل مع الآخرين بغض النظر عن جهات بريدهم الإلكتروني. كما يسمح للمستخدمين نقل حساباتهم لتطبيقات تانية دون فقدان أصدقائهم ومنشوراتهم والاحتفاظ بجميع معلوماتهم واتصالاتهم مع التانيين. فهل رح يتفوق جاك دورسي ببلو سكاي على تويتر؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.